أجواء باردة عموما في معظم مناطق المملكة وأمطار متفرقة حتى يوم الخميس بمشيئة الله، لتستقر الأجواء يوم الجمعة والسبت. وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. CFI المناصير للزيوت والمحروقات. قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير. تمويلكم شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مختبرات ميدلابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. أعزائنا متابعين تقص العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع أن تبقى الأجواء باردة جدا خلال هذه الليلة، وقد تصل إلى الصفر المئوي في بعض المناطق في ساعات الليل. وكما نشاهد هنا من خرائط الهطولات المطرية الواردة لدينا، هنالك فرص بمشيئة الله خلال ساعات النهار من يوم الأربعاء أن يكون هنالك هطولات متفرقة للأمطار في بعض المناطق أيضا المتفرقة، ومتوقع أن تكون هذه الأمطار مخلوطة بالثلوج فوق المرتفعات الجنوبية. وتستمر هذه الفرص كما نشاهد هنا من الخرائط في بعض المناطق الضيقة خلال نهار يوم الخميس بمشيئة الله، على أن تبدأ الأجواء بالاستقرار يوم الجمعة والسبت، وتكون الأجواء باردة بشكل عام، وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها يوم الخميس من 2 إلى 4 درجات نسبة لمثل هذا الوقت من العام. أما في هذه الليلة وتحديدا في العاصمة عمان فالأجواء تكون باردة جدا، درجة الحرارة 2 المقاسة والملموسة تصل إلى درجة واحدة وأقل من ذلك، وسرعة الرياح تصل إلى 8 كيلومترات في الساعة. وفي ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان يوم الخميس فرص الأمطار كما ذكرنا سابقا 9 درجات نهارا إلى 4 درجات ليلا. تبدأ الأجواء بالاستقرار يوم الجمعة وارتفاع تدريجي ما بين الجمعة والسبت ما بين 12 إلى 14 درجة مئوية في ساعات النهار، وتبقى ما بين 6 إلى 7 درجات في ساعات الليل. ومن العاصمة عمان ننتقل لباقي مناطق المملكة، والأجواء غدا بمشيئة الله من إربد 13 إلى 6 درجات، في المفرق من 12 إلى 4 درجات، في جرش من 12 إلى 5 درجات مع فرص للأمطار، وفي عجلون فرص للأمطار أيضا من 11 إلى 5 درجات مئوية في ساعات المساء. في عمان من 9 إلى 4 درجات، في زرقاء من 12 إلى 4 درجات، في البلقاء من 10 إلى 4 درجات أيضا مع فرص الأمطار، وفي مادبا أيضا من 10 إلى 4 درجات، وفي البحر الميت أجواء لطيفة من 19 إلى 11 درجة مئوية في ساعات المساء. في الكرك 10 إلى 4 درجات، في الطفيلة من 8 إلى 4، في معان من 11 إلى درجتين، وفي جبال الشرام من 6 إلى درجة واحدة، وفي العقبة من 19 إلى 11 درجة مئوية في ساعات المساء. في المناطق الشرقية في رويشة 13 إلى 3 درجات، في الصفاوي من 13 إلى 6 درجات، وفي الأزرق من 14 إلى 6 درجات مئوية في ساعات المساء. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز تقصي العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. CFI المناصير للزيوت والمحروقات. قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير. تمويلكم شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. سيتي مول المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مختبرات ميدلابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم.